بداية، يعني رغم كل ما قيل ويقال حول إنجاز مشروع الفاو من عدمه، كيف تقرؤون جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، خاصة بعد متابعة رئيس الوزراء سير العمل ومطالبته بإنجازه خلال عام 2025؟ واقعا ان موضوع ميناء الفاو طريق التنميه هو اصبح موضوع واقعي، وهو موضوع الان لا يمكن ان نتراجع عنه او حتى يعني عمليه تخطيط او شيء، لا، انه موضوع اصبح على ارض الواقع. احنا ميناء الفاو الكاسر زائد 5 ارصفه يفترض ان تبدا العمل في يعني في نهايه سنه 2023. هذا المشروع ومن معلومات يعني من نفس المصمم الايطالي، قبل فتره كان اجتماع وحضرناه، ان هذا المشروع بالحسابات الدقيقه اللي تم حسابها يختصر الطريق. الان الطريق من تجي من المحيط الهندي عبر البحر الاحمر يعني لاوروبا 30 يوم، هذا الطريق بالضبط يصير المسافه 15 يوم، الوقت الى النصف، التكلفه الى النصف، وكذلك المخاطره الى النصف. فبالتالي هو مو موضوع عراقي اختاره، ما اختاره، موضوع دولي. يعني المجتمع الدولي يقول لك هذا الطريق يقلل التكاليف، بالتالي التجارة تصير مربحة أكثر. فهذا اللي تشوف الدول اليوم تأتي للعراق وتحاول تقدم استثماراتها. احنا عندنا خطأ صار بالتخطيط، وهذا بسبب انه ما يسمعون الاقتصاديين خلال السنوات اللي مضت. احنا ميناء الفاو سنة 2000 وهاي السنة حيكتمل، زين، ما عندنا لا طريق تنمية، يعني السكك والطريق البري الناقل ما حيكتمل اذا بدت استثماراته انطلقت في هاي السنة. سنة 2028 تكتمل المرحلة الأولى من عنده، فبالنتيجة حصل عندنا فجوة 4 سنوات إلى 5 سنوات حقيقة، عندنا ميناء وما عندنا طريق. هذا بسبب سوء التخطيط وبسبب التآمر على هذا المشروع السابق. الآن الموضوع أنا أصبح واقعا، الدولة العراقية قررت التصميمات، المحافظات تقريبا من 12 محافظة ويمر تقريبا 11 محافظة وافقت وطت الموافقات، بقت محافظة واحدة الآن أعتقد هي كركوك يحاولون يتفاوض بعض مقترباتها، وتبدي الشركات بعملية الدخول بالاستثمار ويبدي طريق التنمية. لكن ميناء الفاو 4 سنوات حقيقة ما راح يقدر يرفع طاقته. هذا الميناء هو مستقبل العراق وما ممكن حقيقة تراجع عنه. الموديل المالي بس هاي مهمة جدا، خلي ينتبه لها الشعب العراقي. اكو موديلات بهيك موانئ بالعالم ناجحة جدا، سوتها الامارات مع شركة دبي وورد اللي هي شركة عالمية اماراتية، سوتها سنغافورة مع شركة سنغافورة سوت اللي هي حقيقة من الشركات الناجحة بالعالم، سوتها مصر مع شركة عالمية قناة السويس. احنا نريد الشركة العالمية لميناء الفاو شركة عراقية بمساهمة، خلي يكون بعض المساهمات لكن المساهمة الأكبر العراقية، تعقد اتفاقيات النقل، الشحن، التفريغ، اتفاقيات الشركات التأمين، اتفاقيات التأمين العالمية. هاي هيك موديل مالي احنا قادرين ان نفعل من اكبر موانئ. طيب. موديل آخر نصير تابع لأحد موانئ المنطقة مثل ميناء طرطوس، مثل ميناء اللي صار عندك بعدن والحديدة، موانئ نعقد اتفاقية مع واحد بصفنة أو مع الإمارات أو مع غير، هذا موديل فاشل راح يأتي بالعراق حقيقة يرجع في خلفيات التعاقدات.